الدعاء اللي دايما تحبي تسمعيه مامتك قبل ما تروحي بطوله؟ انا بحب الدعاء اللي هو ربنا حبيب فيك خلقه، بحب الدعاء ده جدا. طيب قبل ما طبعا يعني نقدم لك هديه بسيطه، ايه امنيتك الاخيره؟ ايه الامنيه اللي انت شايفاها اللي حاضره لي في يعني في ذهنك طول الوقت؟ ان انا العب باريس، تلعبي باريس فيها كمان يعني ان شاء الله سنتين باذن الله. ان شاء الله وتاخدي ميداليه باذنك يا رب. باذن الله باذنك يا رب باذن الله. طب نعم، احنا يعني احترنا نقدم لك هديه ايه على انجازك الكبير وعلى رفعك اسم مصر، فلقينا مفيش اغلى ولا اقيا من تيشيرت النادي الاهلي، فمعلش استاذنك احنا هنوقف على الهوا. اتفضلي يا نعمه جنبي كده. يكون غالي عندي جدا والله بجد. والله يكون غالي عندي جدا. فطبعا يعني ده تيشيرت النادي الاهلي، بس احنا طبعا حاولنا نجيب مقاس طبعا يبقى مناسب ليكي، وزي ما انت شايفه عليه ورا كمان علم مصر. شكرا. فطبعا ان شاء الله يبقى وشه زي ما تيشيرت النادي الاهلي كان دايما وش حلو علينا، ان شاء الله يبقى وشه حلو عليك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا رب تتقبلي منا الهديه دي. شكرا. ان شاء الله يبقى دايما حافظه وحاطه مصر في قلبك مهما رحت. ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك باذن الله بقى، ونستنى منك ميداليات وهندعمك، وان شاء الله برنامج الابطال هو برنامجك وقناه الاهلي هي قناتك، وهنفضل داعمين ليكي وهنفضل وراكي باذن الله حتى تحقيق الحلم الكبير وهي ميداليه اولمبيه باذن الله. نعمه بشكرك. شكرا لحضرتك. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع نعمه، هي يعني بطله عالميه، وزي ما انتم شفتوا احنا جبنا مثل كبير انه مش بس الامكانيات اللي بتعمل بطل، الاراده والتحدي والاسره. الاسره عليها عامل كبير، دعم الاسره ليها، والدها والدتها اخوها كل الاسره بتدعمها. لقينا بطله عالميه معانا منورانا في الاستوديو، كل التوفيق ليها وكل التوفيق لابطال مصر، وهنفضل داعمين ليهم ان شاء الله حتى تحقيق الحلم الكبير وهو عدد كبير في ميداليات اولمبيات ان شاء الله باريس 24 القادمه. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال وبطل جديد ان شاء الله باذن الله يكون في جديد مع برنامج الابطال.